ولمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت أسعد بشارة، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ أسعد. يعني بعد سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، لم تهدأ التوترات يعني مع إسرائيل في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله، يعني ما سبب ذلك؟ هدأت بنسبة 80%، ولكن هناك خروقات ناتجة عن استعداد أعتقد من كلا الطرفين لاستئناف الاشتباكات بعد انتهاء هدنة غزة. لماذا؟ لأن أولا بالنسبة لحزب الله هو يربط مساندته لغزة والهدنة بغزة، يربط كل ذلك بموقف حماس ولما تقرره حماس، وبالتالي من جهة حزب الله أوقف على وقع الهدنة في غزة. وإسرائيل أيضا التي كان يخشى من أن يعني تستغل هذه الأيام الأربعة، لا أدري إذا ما كانت ستتمدد ولكن هذا الواضح، أيضا هي تريد كان يخشى أن تستغل هذه الأيام لتوجيه ضربات أكبر. يعني الواضح إلى الآن أن هناك التزاما من كلا حزب الله وإسرائيل بعدم تصعيد الموقف، وبأن الحدث الأساسي والحرب الأساسية تجري في غزة. وخلاف ذلك نعم، لكن إسرائيل تستهدف البنية التحتية لحزب الله بحسب التصريحات وبحسب الهجوم الذي نراه. يعني هل ضربات البنية التحتية لحزب الله ستدفع حزب الله للرد على هذه الاعتداءات؟ منذ صباح أمس وإلى اليوم الاعتداءات التي حصلت كان الرد عليها موضعيا، لم يذهب إلى الوتيرة التي كانت تحصل فيها الاشتباكات أو الفعل ورد الفعل منذ سريان الهدنة في غزة. هذا يعكس يعني نية لدى حزب الله بعدم التوسيع. طبعا إسرائيل تضع كل جهدها في العسكري في غزة وتدمر غزة، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن أن هذه الجبهة المحدودة التي فتحت في لبنان مرشحة إذا ما استؤنفت الحرب في غزة، إذا ما استأنفت إسرائيل يعني الحرب في غزة، مرشحة أن تعود إلى وتيرتها السابقة، ولكن خلاف ذلك الاستقرار هو استقرار باسم. طيب في تقديرك ما الذي حققه حزب الله من وراء إشعال الجبهة يعني الشمالية لإسرائيل في بالتوازي مع حرب إسرائيل وغزة على غزة؟ حزب الله حقق هدفا دعائيا بقوله أنه يساند، في حين هذه ليست مساندة، هذه كما سماه قواعد اشتباك وعمل أمين عام حزب الله إلى تكبير حجم ما يقوم به الحزب عبر الحدود. لماذا؟ لأن ليس هناك قرار بالدخول في حرب كبرى، وإيران هي صاحبة القرار وليس الحزب. لا يختلف كثيرا ما يقوم به الحزب عن تحرشات الحشد الشعبي بالقواعد الأمريكية وعن الصواريخ الحوثية التي لا تصل إلى إسرائيل، لا يختلف كثيرا، كله ضمن سياق استراتيجية واحدة عنوانها أن إيران لا تريد الاشتراك في الحرب، لا بالمباشر ولا عبر الله أو خلفائها الآخرين. يعني في رأي حضرتك هي ليست أكثر من مشاغلات عسكرية؟ إذا كان هناك من أي مراقب يمكن أن يحصل بأكثر من ذلك فليحصل، وبالتالي حزب الله يمتلك إمكانات كبيرة جدا. هل هذا يتطابق يعني يتطابق مع تصريحات وزير الخارجية اللبناني عندما قال ردا على تهديدات إسرائيل، قال إن أرادت إسرائيل التهدئة عليها وقف الحرب في غزة، وأن حزب الله لا يريد الحرب إنما يريد يعني الرد فقط على ما يحدث في غزة؟ هل تتطابق هذه التصريحات مع يعني رؤية حضرتك أنها مجرد مشاغلات عسكرية فعلا؟
صحيح، ولكن المؤسف ان لا وزير الخارجيه ولا رئيس الحكومه هم اصحاب القرار. يبدو ان الحكومه ووزير خارجيتهم بمثابه الناطق الرسمي لما يجري، وهذا يعني يدل على ان لبنان يعني فاقد قراره في الجنوب. هذه يعني هذا قضيه كبرى سوف تكون بعد حرب غزه، بغض النظر عن النتائج، لكن يعني الميدان العسكري في غزة هو الذي يحدد ماذا سيحصل في الجنوب بعد انتهاء الحرب في غزة، ولكل احتمال ولكل مسار احتماله المختلف. الواضح أنه كما قلنا ونعيد ونؤكد أنه طوال 50 يوما لم تندلع حرب بين حزب الله وإسرائيل. هذه ليست حرب، هذه هي حرب إشغال كما تفضلي، وهذه حرب الإشغال تسير على وقع ما يجري في غزة. يعني الهدنة في غزة 80% هدنة في لبنان. سوى ذلك فالأنظار تبقى يعني مسلطة على ما يجري. طيب، إيران قالت اليوم أنها كانت وسيطة في الإفراج عن أسرى تايلانديين في غزة. هل لطهران تأثير على الفصائل الفلسطينية فعلا وعلى المفاوضات؟ إيران تريد أن تضع نفسها على الطاولة، وهي وضعت نفسها فعلا على الطاولة عندما تجاوبت مع الضغوط الأمريكية وامتنعت عن إشعال أي حرب أو تكبير حجم المواجهة. لكن في موضوع تبادل الأسرى والهدنة المفاوض كان مصري قطري أمريكي، بالتالي أوفدت وزير خارجيتها فورا لكي تقول أنا في صلب المشهد، أنا في قلب هذا المشهد، وبالتالي مكاني محجوز على الطاولة. ولكن هذا لا يعني أن يعني إيران إذا ما تم إقصاؤها عن عملية تبادل الأسرى والتي تمت بشكل 100% عبر مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل وحماس، لا يعني أن إيران لم يعد لها تأثير. إيران تمتلك أذرع قوية جدا، وهي تريد أن تستثمر ما يجري في غزة وفي لبنان أيضا، وأن تترجمه إلى يعني تحقيق مصالح معينة في علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. بما يتعلق بتجاوبها مع الأمريكيين وامتناعها عن دخول الحرب، أعتقد أنها حققت جزءا من هذه المكاسب والمصالح، وهي تسعى للمزيد. طيب، شكرا لك أستاذ أسعد بشارة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت.